ودعونا نستعرض أداء أسواق الأسهم الإماراتية في تعاملات اليوم، ونبدأ من سوق العاصمة أبو ظبي 9294 نقطة، وارتفاع بقرابة 1% في جلسة جديدة ومكاسب جديدة مع بداية هذا الأسبوع التداولي. التداولات 179 مليون سهم بقيمة تزيد عن 662 مليون درهم. الأكثر تداولا بالكمية في سوق أبو ظبي فينكس جروب، أكثر من 20 مليون و200 ألف سهم. الخليج للصناعات الدوائية 19 مليون و900 ألف سهم، ثم ملتبلاي في إشراق ومدن القابضة. الأكثر تداولا من حيث القيمة في سوق أبو ظبي كما نشاهد العالمية القابضة 90 مليون و400 ألف درهم، مدن القابضة 50 مليون و400 ألف درهم، الدار العقارية 46 مليون و700 ألف درهم. أما في سوق دبي للأوراق المالية ف 4529 مليون 4529 نقطة وارتفاع ب 1.1%. سوق دبي 153 مليون درهم التداولات لأكثر من 65 مليون سهم. الأكثر تداولا بالكمية دريك أند سكال 16 مليون ونصف المليون سهم تم تداوله خلال جلسة اليوم. الاتحاد العقارية 8 ملايين و900 ألف سهم، وإعمار العقارية 7 ملايين و400 ألف سهم. الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي إعمار العقارية 64 مليون و400 ألف درهم، إعمار للتطوير 21 مليون ونصف المليون درهم، ودبي الإسلامي أكثر من 10 ملايين و600 ألف درهم.